نعم، هذه الأزمة يعني تضرب المجتمع الإسرائيلي بشكل عام، يعني هل تنم عن قناعة بذات بعد ديني مثلا إسرائيلي صهيوني، يعني بعدم إقامة دولة يهودية، مع أن الذي ينظر اليوم إلى موازين القوى لا تخدم الدولة أو إقامة دولة فلسطينية؟ أصلا من أقام الكيان الصهيوني لم يكن يعني ينظر للموضوع ببعد ديني. قادة الحركة الصهيونية والذين قادوا الكيان حتى نهاية السبعينات من القرن الماضي كانوا بعيدين جدا عن الدين، وكانوا يعرفوا بالضبط ما يريد الاستعمار. أراد الاستعمار دولة كيان عازل في فلسطين، أراد احتلال المنطقة وتقسيمها بعد تركت الدولة العثمانية، وكان الاستعمار يشجع ما يسمى الحركات القومية أو الحركات الوطنية على أنقاض الدولة العثمانية، بل وفي كل العالم. يعني كانت ثمرة يعني صعود الدولة القومية في والفكر القومي في أوروبا نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، فركب هؤلاء قطار القومية، فأعلنوا عن تشكيل حركة قومية وهي الحركة الصهيونية، وطالبوا بدولة قومية لليهود بعيدا عن الدين، وهي فكرة تناقض الدين، ولذلك كل المتدينين اليهود عارضوها، وما زال القطاع الأكبر وهو ما يسمى الحريديم أو اليهود الأرثوذكس أي الأكثر تدينا الأكثر تمسكا بأصول الدين اليهودي يرفضون فكرة الصهيونية ويرفضون الدولة، يرفضون إسرائيل، لا يشاركون في الدولة بأي شكل من الأشكال. لذلك البعد الديني بعيد تماما. وهنا يعني نتحدث عن إنشاء المشروع الصهيوني وإقامته وإدارته حتى نهاية السبعينات، ثم بدأ يتطور التيار الصهيوني الدينية الاستيطانية الذي يريد أن يحول الكيان الصهيوني المشروع الاستعماري إلى دولة دينية، ويحاول إقناع نفسه بأنه ذو حق، وهذا يقود نتنياهو تحديدا، أنه ذو حق تاريخي وأن جذوره تمتد إلى آلاف السنين، ويريد أن يقنع نفسه ويقنع شعبه ويقنع جمهوره بأنه في أرضه الطبيعية، وطنه الطبيعي، ويعيش بشكل طبيعي. لكن هذا التيار طبعا لا يمثل القناعات لدى الغالبية الساحقة من المجتمع الصهيوني الذين ما زالوا يشعرون بأنهم صادقون وأنهم موجودون مؤقتا على هذه الأرض.